لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يطلع بدوره لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب والعمل على انحساره. فعلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسائر الدول المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف أن يعملوا جميعا على مساعدة مصر، وذلك ليس فقط بالمساعدات اللوجستية في الحرب ضد الإرهاب، وإنما بالآتي: أولا، بالعمل جميعا كلا في بلده لتكثيف منابع الإرهاب في العالم كله ومصادرة تمويله عن طريق تجميد أموال التنظيمات الإرهابية المودعة لدى البنوك الأوروبية والأمريكية. ثانيا، مراجعة استثمارات هذه التنظيمات في أوروبا وأمريكا والتأكد من شفافية هذه الاستثمارات. ثالثا، تطبيق قوانين الدول والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بشركات غسيل الأموال وتجارة السلاح. أربعة، ينبغي التعامل، بركز على مهمة جدا، ينبغي التعامل في مفهوم حقوق الإنسان على نحو يحقق الأمن والسلام، ولا ينبغي أن يكون مفهوما مفرطا تنضوي تحته أو تحت مظلته تنظيمات دولية متطرفة تنتهك الحقوق وتروع الآمنين. خامسا، المطالبة بعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب وإنشاء صندوق دولي لتمويل الدول التي تواجه الإرهاب بصفة مباشرة في حربها ضد الإرهاب. ثالثا، على الأمم المتحدة تحديد مفهوم ومصطلح دقيق لمفهوم الجريمة الإرهابية بكل دقة، على أن يدخل في هذا التعريف كل من تورط أو ساهم أو ساعد أو حرض أو تعامل مع الإرهاب والإرهابيين. سابعا، أن يصدر تشريعا دوليا من الأمم المتحدة لكافة دول العالم بحظر الموافقة على أحزاب أو هيئات أو منظمات سياسية على أساس ديني. ثمانية، على المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي والأزهر الشريف أن يطلع كلا بدوره لتصحيح المفاهيم المغلوطة والمتطرفة عن الإسلام ونشر ثقافة الإسلام الوسطي والمعتدل والذي نعرفه جميعا. تسعة، على المجتمع الدولي أن يصدر قرارات طبقا للباب الملزم في ميثاق الأمم المتحدة بمعاقبة أي دولة أو هيئة ترعى أو تساند أو تمول الإرهاب أو تقوم بالتجارة معه أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع هذه التنظيمات. عشرة، تشجيع الدول التي اتخذت قرارات بسحب جنسياتها ومنهم هولندا وأستراليا، تشجيع الدول التي اتخذت قرارات بسحب جنسياتها ممن يثبت تورطهم في قيامهم بأعمال إرهابية، مثل قرار رئيس وزراء هولندا الأخير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء أستراليا، وطلبة من لم يتخذ من الدول قرارا باعتبار جماعة تنظيم الإخوان جماعة إرهابية أن يتخذ على الفور هذا القرار باعتبارها جماعة إرهابية، على نحو ما فعلته المملكة العربية السعودية الشقيقة ومصر وما تشرع فيه كل من فرنسا وبريطانيا، باعتبار أن ذلك يساعد على انحسار هذا التنظيم وحصاره ومواجهته. أشكركم.